كما كتعرفوا المغرب على صدد استضافة بطولة أفريقيا 2022 للسنوكر. هذه البطولة غدا تكون من تاريخ 20 جوان ل 30 جوان بالدار البيضاء، وغتعرف مشاركة 9 دول أفريقية، منهم جنوب أفريقيا، السودان، موريشيوس، موزمبيق، مصر، ليبيا، الجزائر. هذه البطولة غادي يكونوا فيها أربعة الفئات: فئة الرجال، فئة الماسترز أكثر من 40 سنة، وفئة النساء، وغتكون فيها بطولة السكس ريد. هذه الفئات كلهم غادي يكونوا مؤهلين محترفين، وهذا حلم أي لاعب إفريقي بأنه يتأهل محترفين، سورتو في المين اللي غادي يكون عنده المين تور كارد ديال سنتين اللي غيبان فيها في أوروسبور، وهذه حاجة ماشي زعما لا يستهان بها. كثير منكم كيعرف البلياردو مي ما كيعرفش الأنواع ديالو. كين سنوكر هو اللي كيبان في اوروسبور لا غروند تابل، كي لاميريكان، لاميريكان هو اللي كيكونوا فيه كرات بالارقام، كي البيار فرونسي، البيار فرونسي سي اون تابل اللي ما كيكونوش فيها لي ترو، وكي الجولف ازور اللي كتقولوا لي نتوما جولف ازور مي ما عمرها كانت سميتو جولف ازور. جولف ازور سميت اول شركه اللي دخلت البلياردو المغرب. هذا الجولف ازور باش نقرب لكم الفكره، المغرب فاز ببطوله العالم 2014، وهذا الانجاز التاريخي اللي كنفتخروا بليكيب ناسيونال اللي شرفت المغرب وشرفت جميع اللاعبين منين فاز بهذا اللقب. كنتمنى من الناس يلتفتوا لهذا لو سبور باسكو سي ان فري سبور نوبل اللي كيتلعب عالميا قاريا، والنظره تبدل عندنا باسكو اي في بارتي دو نوت كولتور اي سي اون رياليتي كون بورا باني. من جهتي كنتمنى بان المغرب ان شاء الله يفوز بهذه البطوله افريقيا المقامه عندنا، وعلاش لا نعاودوا يعني الانجاز ديالنا في الالعاب الافريقيه 2019 اللي الحمد لله امين عامري شرفنا بالفوز ودى اللقب ومثل القاره الافريقيه بالمحترفين. وكنتمنى تتابعونا وتكونوا قريبا لينا لحقاش كيهمنا بزاف بزاف المسانده ديالكم باش نقدروا ننشروا هذه اللعبه في بلادنا ونبدلوا النظره عليها في بلادنا. البطوله غتكون منقوله على القناه الرياضيه، وتابعونا وساندونا ابتداء من يوم 20 جوان 2022.